ما إن تمر بشارع المطاعم في العاصمة صنعاء تجذبك رائحة أقراص الخبز والخميرة الشهية، كونها معدة بأيدي طباخين مهرة، خصوصا إذا أضيفت لها مكونات الجبن والبيض المقلي. الشارع المتفرع بميدان التحرير إلى جانب الوجبات الشهية التي يقدمها يعد وجهة محببة لاجتماع الكثير من الأصدقاء الذين يقضون سويعات ماتعة وينفضون من خلالها هموم الحياة وتبعات الحرب المترتبة على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية. بالنسبة للمكان هذا بالذات يعني يسمى شارع المطاعم، هذا سيدي وعيني من الساعة 6 الصباح إلى الساعة 10 بالليل تحصلهم يعني حي. هذا المكان بالذات أنت لو صرت مكان ثاني تحصل الناس يمشون بالشوارع وذا، بس بالمكان هذا اللي يتجابروا واللي يشربوا شاهي واللي يعني يحصلوا المنطقة هذه أحسن مكان. الشاي العدني في شارع المطاعم له شعبية كبيرة ويقصده الزوار من مختلف أحياء العاصمة صنعاء، ويظهر ذلك في الزحام الشديد عليه، كما أن لحظات ارتشافه تعد فرصة للنقاش وتكوين صداقات جديدة مع مواطنين يمثلون مختلف المحافظات اليمنية. طبعا بالتقليد تلاقي يتجمع من كل جميع انحاء اليمن موجودين، يعني تلاقي اصحاب عدن، تلاقي اصحاب صنعاء، تلاقي صادق، بيجتمعوا في ذا ويجتمع كلنا، حتى الناس احيانا ما تعرفهمش تقابل على الشاهي، فعلى الشاهي ما حتى بتسالش ايش اسمه ولا شيء. وبينما ينهمك الطباخون في تحضير الوجبات على نار هادئه كالمطبق او فوق النار المشتعله كالكبده واللحم المفروم، يتجاذب الزبائن اطراف الحديث ولا يملون من الانتظار، فهذه اللحظات بمثابة واحتهم اليومية للهروب من ضغوط الحياة ومآسي الحرب، بل وتحضر فيها روح الطرفة والدعابة المميزة لسكان العاصمة. بنحضر العرب بنشرب شاي عند ملك الشاي العدني، شاي ممتاز، وأيضا نلتقي مع الزملاء والأصحاب، والمكان مفتوح، هذا مفتوح عام، بنلتقي من جميع المحافظات من مختلف الشرائح والطبقات بنقضي وقت جميل. مدينة أزال من قديم الأزل وما تزال فاتحة ذراعيها للمواطنين من مختلف المحافظات، وإن اعتراها لفترة السل والجرب فإنها ستعود جامعة لكل اليمنيين ويسكنها الإخاء والطرب.